احنا مرينا مراحل من العمل السياسي الجمعوي وعندنا عليه قدر من الملاحظات، لان ما فيه عمل انساني ما فيه بعض الرتوش وفيه بعض الكبوات، الا ان نفتخر بالمراحل كامله اللي مرينا بها من مسيرتنا ومسارنا السياسي الوطني. وفي هذه الحاله التي في هذه الوضعيه الراهنه اجتمعت هذه مجموعة الأحزاب اللي تشكل من 13 حزب سياسي، ومفتوحة أمام طبعاً الأحزاب السياسية الراغبة في الانضمام لها من مختلف الكتل ومن مختلف الأطياف ومن مختلف التوجهات. وناقشنا التحولات اللي مر بها بلدنا، وناقشنا أعلننا شئنا أم أبينا في الوقت الراهن نحن في مرحلة انتقالية. هذا احنا ناقشناه واتفقنا أعلننا نعدل برنامج سياسي يتجاوز هذه المرحلة ويتجاوز الأخطاء اللي مرينا بها في المراحل الماضية. شكلت هذه الكتلة من أجل هذه المرحلة الجديدة اللي قادم عليها البلد، ما هو بعد أن فم خلاف بين الأغلبية بينات، العكس تماما، فم لا تكامل بين الأحزاب السياسية. خلقت هذه الكتلة وتوف قد يعود قيارة من هذه مجموعة الأحزاب السياسية على الباطة عزة دعم عزة الدولة الموريتانية وذي المجموعة اللي احنا من مجموعة تنضع اللي قالوا الأغلبية اللي داعمة للنظام.